ازيكم؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الحاجات اللي بتحسسنا بالارتياح والرضا والقناعة، وكلها حاجات متعلقة بالآخرين. هتلاقي ان العكس صحيح، احنا ممكن بطريقة تعاملنا وبكلامنا ندمر اشخاص آخرين، لا سيما في التربية، ودي اهم حاجة. انا مرة شفت ام في النادي بتقول لابنها انت لوزر، يعني انت فاشل، وبتكررها كذا مرة. كذلك المدير في الشغل ممكن يحسس الموظف ان هو ملوش لازمة، انت مش نافع، انت ضايع، وحاجات كتير من اللي بنسمعها كل يوم. اصدار الاحكام على الشخص بعينه زي انت غبي، انت حمار، انت ما بتفهمش، انت مخك تخين، شيء غريب في حد ذاته. يعني انت تسمي ايه ان انسان غير كامل بينتقد انسان اخر غير كامل؟ زي ما بنشوف كل يوم على السوشيال ميديا ليل نهار، ناس كتير بتنتقد ناس كتير تانية في ذاتها وفي نفسها. لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، وسيدنا عمر أسلم وحسن إسلامه وأصبح من العشرة المبشرين بالجنة، وأصبح من الخلفاء الراشدين، وأصبح تاني أهم شخصية في الإسلام بعد سيدنا أبي بكر، وفي عصره كانت الفتوحات الإسلامية كبيرة جدا. يعني الكلام اللي قاله الصحابي في الوقت ده كان كلام مش مظبوط او كلام غير صحيح. انا مرة ابني عشان هو بيحب النودلز كان بيعمل نودلز وعملها، وهو بيحب المية كتير، حط النودلز في الطبق وقعد على الكنبة عشان ياكل. قلت له حط صينية تحتيك تحسبا ان هي تقع، قال لي مش مشكلة. دخلت جوه مفيش دقيقة لقيته بيناديني، طلعت لقيت بنطلونه كله مية والنودلز وقع على الكنبة وعلى السجادة وعلى الارض. كان عندي حل من الاثنين او تصرف من الاثنين، يا اما اخد التصرف الطبيعي اللي معظمنا بياخده ان انا اتنرفز وازعق واطلع طاقة الغضب اللي جوايا في الوقت ده، وانت ما بتسمعش الكلام، وانت ضايع، وانت غبي، وانت ما بتفهمش، وحد ياكل على الكنبة، وانت طول عمرك ما بتسمعش الكلام، واجيب القديم والجديد وعلشان انا ارتاح. وبعد ما ارتاح واطلع الطاقه دي، معلش يا حبيبي اصل انت نرفزتني، انت اللي خلتني اعمل كده، ما تزعلش مني. وده طبعا ملوش اي نتيجه، بالعكس ده كله نتيجه سلبيه على الولد. او التصرف الثاني ان انا اخد ثانيتين وامسك اعصابي، وده اللي انا عملته وضحكت وقلت له شكلك عاملها على نفسك، وخدنا الموضوع بتهريج ونظفنا الدنيا والموضوع عدى وانتهى. ليه؟ لأن سلامة ابني النفسية أهم عندي من النودلز ومن الكنبة ومن السجادة ومن الأرض ومن البنطلون، وأهم من أي حاجة تانية في الدنيا. طيب إيه المطلوب مننا؟ أول حاجة إن إحنا نجيب مراية ونحطها قدامنا علشان نقدر نطلع الحاجات اللي إحنا محتاجين نحسنها في نفسنا، ولو مش قادرين نعمل الكلام ده نجيب حد يساعدنا في الموضوع ده. تاني حاجة المقارنة، إياكم والمقارنة بين الأولاد، بين الموظفين، بين الناس وبعضها. مفيش حاجة اسمها إن فلان أحسن من فلان، المقارنة بتبقى بيني وبين نفسي، أنا كنت إيه وبقيت إيه وحبقى إيه. آخر حاجة من أجمل الأمثلة اللي سمعتها في حياتي إن ربنا خلق المناخير فوق البق. لو أنا قعدت فترة طويلة مغسلش سناني أنا نفسي مش هلاحظ تأثير الكلام ده، ولكن كل الناس اللي أنا بتعامل معاها وحواليا هيبقوا عارفين إن أنا مغسلت سناني بقالي فترة. كذلك لو أنا عرقان وريحتي وحشة أنا مش هلاحظ الكلام ده، ولكن كل الناس اللي حواليا هيبقوا عارفين إن أنا عرقان وريحتي وحشة. مطلوب مني إيه علشان أعرف؟ مطلوب مني إن أنا أعمل كده وأشم نفسي علشان أعرف إن أنا عرقان وريحتي وحشة. ده معناه ايه؟ ده معناه ان سهل جدا اطلع العيوب اللي في الناس اللي انا بتعامل معاها وشايفها حواليا، ولكن علشان اطلع الحاجات اللي انا محتاج احسنها في نفسي محتاج مني مجهود وتغيير زاوية الرؤية بتاعتي. ربنا بيقول وفي انفسكم افلا تبصرون افلا يتفكرون في انفسهم. يعني قبل ما نقول لواحد انت ريحتك وحشة لازم اشم نفسي الاول. اشوفكوا على خير، سلام.